اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن رضا شحاته. ازيك يا ابو الريد؟ حبيبي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. شفت الماتش ازاي النهارده على طول؟ على طول. ماتش يعني صعب طبعا. ماتش صعب جدا، يعني في حاجات طبعا تضايقك كاهلاوي طبعا، ولكن احنا عندنا شوط تاني. يعني احنا بنقول دايما المهم في الوقت ده ان انا عندي مباراه تانيه هنا محتاجين نفكر فيها كويس قوي، ومحتاجين نلعبها بطريقه مختلفه، ومحتاجين شخصيه الاهلي تبقى موجوده. ده انا شايف ان يعني احنا اعتمدنا طول عمرنا، طول عمر الاهلي، ان شخصيه الاهلي اهم. صح. يمكن ما حسيتهاش النهارده في المباراه قوي، لان كان تركيزنا في حته واحده بس، او شغلنا الشاغل كان 100% منه احنا هندافع ازاي. ما عندناش مساحه تانية ان احنا بعد ما هندافع هنعمل ايه. فده اثر علينا بشكل كبير، ان احنا بقينا في وقت من الاوقات لقيت رضا سليم بيلعب باك ليفت، وعلي معلول بقى هو اللي بيلعب طرف، من كتر ما انا بقيت ملتزم بالراجل اللي معايا. فمجرد ان انت تلتزم وتبدا تعمل السويتش ده، فيها 20 30 متر تروح راجع 20 30 متر، ده بدني عالي جدا. فلما بتيجي تقطع، فعشان تعمل التحول يعني. لما تيجي تقطع بقى عايز تعمل التحول، الموضوع صعب. فلازم الفكر يبقى لان هي بص، هي في الاول وفي الاخر شغل التكتيك عموما كله، انت ازاي تشتغل تكتيك وازاي احافظ على مجهودي عشان لما باخد الكره اقدر اعمل التحول التاني. حلو. انما طول ما انت بتشتغل ملتزم بالراجل اللي معاك وبتتحرك خطوط كتيره او مسافات طويله هتتعب. فده انا شفته النهارده، يعني كان فيه مجهود عالي جدا على النادي الاهلي. فانا شايف ان لازم الامور دي لازم هي هتحتاج تفاهم بين يعني هي في الاخر الكره عباره عن مثلثات في الملعب. الكره مش هقدر اقول اسلام الشاطر في باك رايت هو المفروض اسلام وحش واسلام كويس. اسلام حلو او اسلام كويس امتى؟ لما الطرف اللي قدامه بيبقى كويس، لما 8 قدامه بيبقى جنبه يبقى كويس، ولما السرد باك يبقى كويس. لو الثلاثه دول كويسين فاذا الباك هيبقى كويس، هيبقى كويس. والباك لو كويس هتلاقي نمره 8 اللي جنبه كويس، وستة اللي جنبه كويس. الباك امتى بيتكشف؟ او انا بشوف دايما الباك امتى بيتظلم، مش عايز اقول بيتكشف، بيتظلم امتى؟ لو الادوار الدفاعيه مش موجوده. قصدك على محمد هاني؟ أوكي. يعني انا اقصد ان دايما الناس بتهاجم هاني، ولكن النهارده تحديدا يعني هو برضه معذور، لان بيرستاو بيرجع ولكن موجود، انما ما بيقطعش، فعامل لك مشكله. ديانج في الحته دي دايما بيحاول ياخد الكوره في الحته الهجوميه، فعندك ازمه في نص الملعب. حته التغطيه مش بالشكل المطلوب، فدايما هاني هو اللي بيشيل الليله بمعنى الليل. صح. فانا بشوف ان ليه الجنب الثاني قبل ما نروح الجنب الثاني هنا تحديدا، الناس قارنت بهاني وقارنت ما بين هاني واكرم لما نزل. هو اكرم كان كويس. لا 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 كويس كل حاجه، ولكن نفس الكلام، هو نفس اللعيبه، ولكن الماتش كامل او الوقت الاطول هيبقى عنده مشاكل برضه، حتى اكرم لو لعب في المكان. لانه 2 3 على 1 بتبقى صعبه جدا. بالظبط كده. بس انا كنت باك رايت، فانا كنت عارف بالظبط كده. عشان كده انا جبت اسمك، عشان كده انا كنت ببقى عارف ان الحاجات دي انا بتظلم. يعني اي باك رايت، مش اسلام، يعني اي باك رايت بتظلم جامد جدا جدا لو الهاف اللي قدامه مش ده اللي احنا ده اللي انا قلته لك، وقلت انت ليه؟ عشان انت هتحس بالموضوع ده قوي، لان انا حطيت بصراحه فلو انت الطرف اللي قدامك مش بينزل دفاعيا وبيشتغل معاك، انت خلاص يا جماعه خلاص، ما اتنين عليها طول الوقت. هتعمل ايه؟ اتنين جامدين، اتنين تقال، اتنين سراع، اتنين حريف، عندهم حلول، وعندهم حلول. بالظبط كده. فالحته دي دايما هيبقى فيها مشكله طول ما انت الحته بيرستو ما بينزلش في الحته الدفاعيه بشكل، وده مش مطلوب منه على طول، خلي بالك. لا مش موجود على طول. انا اقصد ان يعني يمكن ناحيه الشمال شويه التزاما اكتر، رضا سليم بينزل بشكل اكبر واكتر ومنضبط في الحته دي. أوكي. فعمل لك الحته دي هاديه شويه. فانا اقصد ان الطريقه تتغير بشكل، ان انا مش عايز يعني النهارده الماتش كله تقريبا في التلت بتاع النادي الاهلي اللي هو التلت الدفاعي في النادي الاهلي، انا محتاج اغير التلت ده. التلت لازم يطلع فوق شويه حتى دفاعيا وانا بدافع. يطلع لفوق قدام شويه في التلت اللي في النص. ليه؟ عشان لما بقطع، لو انا في التلت اللي في النص لما بقطع انا قدامي 20 يارد اقدر اوصل ال 18. يعني انما لو انا في التلت الاخير وانا بدافع وبقطع، انا محتاج اعمل 60 خطوه او 60 متر ان انا اعملهم. استحاله. لو عملها مره اتنين فهيرجع بالتبعيه. ده اللي حصل مع رضا سليم تحديدا. بالظبط كده. فالمسافه احنا بنحاول، وانت بتشتغل في الكوره بتشتغل لازم العقليه تشتغل. يعني ايه؟ انا بحاول ان انا لما اقطع مسافه الجري تقل، فلما بطلع في التلت اللي في النص ده بدل ما اخد 60 متر باخد كام؟ 20. فهمتك. انت فاهم اقصد ايه؟ ما هو لو طلع 60 هيرجع 60. صح. ما طلع 60 هيرجع 60، لان هي مش بتتحسب 60 بس، بتتحسب 120. لو انا بقى في التلت اللي فوق وقطعت 20 هرجع عشان اوصل لل 120 هعمل لي مثلا 6 7 مشاوير. صحيح. فتبقى الامور بالنسبه لك
تنظيميا ذهنيا وفنيا انت هتبقى منضبط اكتر واحسن. طول ما انا بشتغل في التلت اللي في النص ليه؟ لحتى لما بغلط غلطه حلو غلط. بس هنا انت في التلت اللي في عايز تقول فيها ايه؟ غلطه مروان اللي احنا بنتكلم عليها النهارده. لو هي في التلت اللي في النص كنت تلحق تعوض. صحيح. لما في التلت ده بس هي كانت يعني برضو خلينا بعيدا عن الكلام عليه هو بالظبط بتكلم على شغل التكتيك ان انت بتتكلم فين. صحيح. غلطات كل تلت يا اسلام مختلف عن التلت, الاخير طبعا. ولكن انت في الوقت ده لما هنقول كده لو قسمنا الملعب ثلاث تلات ماشي خلاص تلت والنص والتلت انت قصدك تلعب في النص. انا عايز العب في النص. حلو. لعبت انا هنا فانا هيبقى هنا ظهري فاضي. تمام. واهم ما يميز فريق سان داونز هو الاماكن الفاضيه. يعني كل ما هديك 40 50 او 20 25 30 يارده من 20 ل 30 يارده تجري فيهم احسن لك. ولكن لو خليتهم 10 يارده او 18 يارده هيبقى افضل ليا انا كمدافع. ما هي الوضع هي بتبقى يمكن مرتبطه بايه؟ او بص لها بالبصه اللي انا بقول لك عليها. هي مرتبطه بايه؟ لا هي مرتبطه بايه؟ ان انا وضع لعبت ازاي؟ النهارده الكره بتبقى ناحيه الشمال. تمام. لازم الباك رايت يبقى فين؟ الباك رايت بيحمي تحت بيحمي هو بيبقى ليبرو ما تحت بيبقاش باك. صحيح. يعني علي معلول في الحاله دي لو الكره ناحيه الشمال او ناحيه عند هاني لازم انا بقيت ليبرو في ظهر مين؟ في ظهر السيرد باكين. فالمساحه اللي انت بتتكلم فيها اللي هو التلت الاخير اللي بتكلم فيه انا عندي اثنين ليبرو مش واحد. مين ومين؟ الواحد الشناوي الشناوي اللي هو حارس المرمى وعندي الباك العكسي. يبقى انا عندي اثنين لعيبه بيغطوا لو انا منضبط تكتيكيا في الخط اللي ورا. حلو كده؟ يبقى انت عندك كده اثنين بس ده مجهود زياده ذهني ذهني. انا بحاول اوفر طول الوقت ان انا اوفر بدني. فعشان كده لازم اطلع التلت ده هيفرق معاك كتير. ذهني هتشتغل اكتر ولكن هتوفر عليك مجهود بدني فتقدر تعوض الكلام ده كله في الحته دي. بس على الجانب الاخر انت لما تيجي تبص على الماتش انت رحت بثلاث كور ثلاث كرات كره محمد عبد المنعم كره بيرسيتاو كره بيرسيتاو وكره بيرسيتاو الاخيره اللي هي ركله الجزاء. فانت عندك ثلاث فرص 100% اهداف. تمام. او يعني مش عارف اقولها ازاي ولكن سهلين ان انت تجيبهم جون. على الجانب الاخر خلي سان داونز يلعب لعب باستثناء اخر خمس دقائق تقريبا ست دقائق كان ليهم فرص فيها واضحه. تمام. ولكن قبل كده ما كانش ليهم فرص غير فرصه او اتنين برضو. فبالتالي انا كمدرب او كمدير فني ابص للماتش ده هشوف ان انا لو كانت التلات كرات دول دخل منهم كره خلاص كنت انا عملت او الفرقه عملت اللي مطلوب منها ان الماتش يخلص تعادل مثلا. تمام. مثلا يعني واطلع بحاجه ايجابيه واجي العب هنا الشوط الثاني واجي العب براحتي بقى الشوط الثاني. تمام. فانا كمدير فني ما اجي انظر للحاجات دي هبص للنواحي الايجابيه. تمام. زي ما هو اتكلم النهارده كولر قال لك انا لعبت ماتش كويس وكلام من ده. فهو قال لك او انا بقول لك ان هو لعب ثلاث فرص لو جت منهم واحده يا رضا خلاص الماتش خلص 1-1. وخلي بالك زي ما انا قلت في بدايه كلامي انت وانت في أسوأ حالاتك تبقى متعادل 1-1 ده مش وحش. تمام. انا اقصد ان انا يعني برضو نبص للنواحي الايجابيه ده حاجه ايجابيه طبعا. انا اقصد ان انا يعني دايما الفرق اللي بتهاجم بكثافه طبعا بالمساحات عندك مهوله انت عندك في حتة عندهم مساحات كبيره جدا ولكن الحاجات اللي هي اول ما بقطع الكوره عندنا مشكله. صحيح. عندنا مشكله. انا لما بقطع الكوره انا مش محضر انا هعمل ايه. انا اول ما بقطع ببدا افكر ده وقت لازم وانا بدافع في الحاله الدفاعيه عشان اقطع الكوره لازم ابقى عارف انا اول ما هقطع انا هعمل ايه مش بعد ما اقطع هعمل ايه. ده وقت. الوقت ده يضرك لان هو بيعمل ايه بقى الفرقه الثانيه الفرقه او سان داونز بتعمل ايه عليك. بيضغط بسرعه جدا ما بيديلكش مساحه زي برشلونه لو تفتكر زي ايام جوارديولا. الجون اللي دخل فيك دخل ازاي كده ضغط عليه هو مروان بيستلم ولسه بعد ما استلم هلعب هعمل ايه فلسه بيفكر ضغط شوطه. انا اقصد ايه ان مهم جدا وانت بالحاله الدفاعيه وانت بتتحرك وانت بتقطع هطلع ازاي بسرعه دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه وانا بطلع انا مثلا عايز اقول بيرسيتاو مثلا بيقطع فصلاح محسن بيستلم في واحده صلاح محسن بيستلمها في الشوط الثاني تقريبا وكان رضا سليم طالع بدل ما يلعب له الكوره في اتجاه جريه راح عاملها فين؟ وراه ومساحه كانت هي دي اللي بيلعب عليها بالظبط. انت عايز تلعب على دي. طيب لو انا قدرت كنادي اهلي ان انا عملت الكوره دي مرتين في الحاله الدفاعيه واخد واطلع مظبوط واضيع جول. هو لا هو هيعمل ايه بالطبيعيه؟ هيقف هيضطر يرجع
فهيعمل ايه؟ هخف ضغط واطلع العب 2 على 2 هيوقف 3 على 2 وهلعب في تلت غير التلت اللي انا بلعب فيه غصب عنه، هيرجع غصب عنه ليه؟ بقى فيه هجمات خطر فلازم اوقف، فهيرجع فهنعمل هنطلع فوق. فدي وحاجه تانية، وانت بتوصل بتدي ثقه، ما هو انت الكوره نفسيه طبعا، نفسي لو انا قادر، لو انا النهارده صح، برافو عليك، لانه ماتش النهارده نفسي بحت. انا النهارده لو وصلت مرتين ثلاثه وضيعت بجمله، هو غصب عنه هيضطر يرجع يخاف. انما هو طول الماتش عامل ايه؟ انت بتقطع منه فتروح مديها له تاني، بتقطع منه تروح مديها له تاني، فهو ما عندوش مشكله، خليني زي ما انا، يبقى اتنين واقفين والباقي كله فين؟ على خط واحد، ما عنديش مشكله، وبعدين بيتحركوا ما عندهمش مشكله. انما لو انا خدت واحده مظبوطه او اتنين ورا بعض، لا هيقف غصب عنه، ده هي الكوره كده. لو انا مدير فني كنت بلاعب قفش عشان كده، عشان انت بتقول ده. برافو عليك، برافو عليك، يعني هي دي. ناس كتيره شافت ان كان لا يلعب بالتالت كوكا او يعني اكس من اللاعبين، اي اكس من اللاعبين يلعب، ولكن هو لعب بقفشه علشان اللي انت بتقوله ده تحديدا، ان هو يقدر يشتغل عليها كويس. بالظبط. حاجه تانية من الحاجات برضو اللي انا يعني باخدها على اللعيبه في خلينا نتكلم على الاهلي، يعني في اتجاه الجري الكوره، يعني انا بستلم الكوره انا بعملها ببطن رجلي ولا بعملها بوش رجلي ولا بعملها بالخارج، على حسب اتجاه جري. صح كده، يعني انت بقطع من عندك كده هنا مثلا، انا بعملها بالخارج عشان تلف قدامك عشان تعمل ايه؟ تعمل اوفر او تباصي او اللعيب يروح لعيب ببطن رجله، فطبيعه الحال لما تيجي تلف ازاي؟ لبره. فانت هتعمل ايه؟ هتروح راجع الخطوتين، رجوعك الخطوتين دول فيها حوالي 3 ثواني. خلصت وتلف تاني، ده فيها 3 ثواني، وتبدا الحركه ده كده 9 ثواني في 6 7 لعيبه رجعوا. انما لو في اتجاه جري وهو بيعمل ايه؟ جون. ثانيه واحده هتتلعب لو قدامك جول. فرق بين ثانيه وتسعه كتير في كوره. لا طبعا لا كتير، ده فرق عظيم. فانا بقى بدور ان الثانيه دي تفرق، لازم اشتغل عليها، لازم ابقى فاهم ان الباص بيطلع ازاي وشكله عامل ازاي. ده مهم جدا. انا النهارده وانا بتكلم في بدايه كلامي، ما اعرفش حضرتك توافقني على الكلام ده، انت راجل مدرب ليك رؤيتك. النهارده وانا بتكلم قلت انه النادي الاهلي سافر سفريه كامله. سان داونز انا مستفيد ان انا بلعب المباراه الثانيه على ارضي طبعا، ولكن بعيدا عن الامر ده انا بتكلم من الناحيه البدنيه والبدنيه فقط، الوقت اللي بين الماتشين، الوقت اللي بين الماتشين. انا النادي الاهلي سافر فول ترافل، يعني سفريه كامله رايح جاي، قاهره جنوب جوهانسبرج، جوهانسبرج القاهره، خلاص تمام. دي السفريه الكامله. على الجانب الاخر نادي سان داونز والاهلي بعد ما هيسافر لما يرجع بكره هيريحوا الاثنين والثلاثه، يلعبوا ماتش الاربع الساعه 8 بالليل في الكوره، مش ولعب 90 دقيقه، هكمل ولعب 90 دقيقه، لعب 90 دقيقه، ومعظم اللعيبه لعبت 90 دقيقه، خلاص كده النادي الاهلي. طيب نبص على سان داونز. سان داونز من قبل المباراه دي باربع ايام لم يلعب مباراه، وبالتالي هو مريح بقى له 4 ايام، مش مريح يعني بيتمرن 4 ايام، وبعدين لعب المباراه ما اتحركش من جوهانسبرج، هيتحرك بكره تقريبا الصبح برضو او النهارده بالليل حاجه كده، فهيرجع 8 ساعات او هيجي من جوهانسبرج للقاهره، فبالتالي هو بيلعبك نص سفريه. هل هو ممكن يستفيد بدنيا من طبعًا هذا الامر، ولا طبعًا انت شايف ان ده اي كلام؟ لا طبعا، مفيش حاجه، لعيب الكوره بيتاثر بكل حاجه. اوكي. بدليل ان هو دايما بيلعبك الساعه 3. ليه؟ عشان هو عارف ان انت عندك مشكله في التوقيتات، او مش هو، مش نادي، احنا كنادي اهلي احنا كلاعيبه مصريين كلنا عندنا مشكله في التوقيت ده. الساعة 3 ده بالنسبة لنا صعب جدا، لأن أنت بتبدأ أصلا يومك تقريبا 2، فتلاتة ده صعب، أنت بتتفاجئ أو بتتخض من لا التوقيتات. هقول لك حاجة، ارجع بقى للسنة اللي فاتت في الدوري، كل فرق الدوري اللي بتلعب الساعة 3 أنا عايز ماتش واحد كويس، ولا واحد بتتفرج، مش لا الفرقة دي بتبقى قادرة ولا الفرقة دي بتبقى قادرة. ودي حاجة ليه؟ لأن احنا برضو ما بننامش كويس، ستايل حياتنا كده، ستايل حياتنا غلط في الكورة، غلط. فبيضرنا. كنت بنام بدري الحقيقة. ماشي. انت عندك مشكله في الحته دي، بدليل ان هو دايما بيلعبك عليها، هو ماتشاته كلها بقت 3، اللي هو بيشوف كل حاجه ممكن تعمل لك مشكله بيعملها لك. بس انا كنت شايف النهارده رضا ان انا حتى الناس شايفه ان احنا كنا وحشين النهارده، خلاص طول الماتش من وجهه نظر البعض من جمهور الاهلي واللي انا بحترمها جدا، احنا وحشين في انا في التحولات في التحولات، لكن دفاعيا مش يعني باستثناء برضو العشر ربع ساعه دقيقة. لكن انا بتكلم في انه لما تيجي تبص على المباراه كلها حتى واحنا وحشين كده، يعني داخل في جون واحد وجون يعني ما يخشش، ما هي فاهم قصدي ولا مش فاهم؟ فاهم يعني انت لو انت بمستواك، كل اللعيبه لو بمستواها اللي هو مش هقول 100% 70 80 60 70% انت كنت تكسب عادي. وجهه، ما اعرفش هل انت معايا في دي ولا لا؟
لا نكسب عادي، بس انا احنا عايز اجيبها لك ايه، احنا كاهلي عندنا طقوس مختلفه طبعا. معلش مع احترامي لاي حد ومع احترامي لاي حد بيتكلم، احنا الاهلي انا طول الوقت ده اقول لازم الفرقه اللي قدامك تحس انا الاهلي طبعًا. انا بطل افريقيا طبعا. لازم النهارده ما كنتش حاسس بكده، انا ما حسيتهاش، وده اكتر حاجه بتضايقني. النهارده احنا كنا بندافع بس، بتضايق جدا، وده التحول اللي انت بتقول عليه. انا بتضايق، انا مش عايز اشوف المشهد ده، مش عايز اشوف ان انا مش الاهلي، او مش ان انا بطل افريقيا، او مش ان انا النادي الاهلي بمزاجك غصب عنك انا الاهلي، فلازم ده يتحس، او انا ابقى انا صاحب القرار في الملعب، انا ما بحبش ابقى انا رد فعل، فده بيضايقني انا كراجل اهلاوي يعني، فده اللي يزعلني. لما انا بكلمك في حته الفنيات وحته الكوره دي حاجه تانية، برضو من الحاجات اللي ممكن تتاخد على النادي الاهلي حته التغييرات، وقت التغييرات. ما انا بحترم كل الوجهات النظر طبعا في الاخر، الجهاز الفني. انا قلت يا جماعه، انا قلت للجمهور الاهلي، قلت لهم انا شخصيا حتى في الفقره بتاعتي انا بس هتكلم بما يخص الايجابيات والمسانده والدعم، اي حد تاني هيتكلم معايا من ضيوفي هو حر يقول اللي هو عايزه. لا انا بتكلم، انا هي برضه هي انا بتكلم، ما بحبش اعلق على حاجات الفنيه، ولكن انا النادي الاهلي بتعلق على حتت اللي هو انا لا يمكن يبقى انا عندي فرقه بالقوام ده وباللعيبه اللي موجوده وبالصف الثاني بتاعك ده وتغييراتي دايما تبقى بعد في الدقيقه 65. لا ما يمكن برضو بينظر يعني، انا حتى لما قلت كده قلت ان هو كان بعد حتى مباراه سيمبا بينظر لماتش سان داونز، دلوقتي هو بينظر، هو عنده، ما هو برضو العب حد اربع وما بينهم سفريه 8 9 ساعات صعب قوي يا رضا. ماشي، بس انا اقصد ان التوقيت، انا اقصد ايه، ما هو انا ممكن افكر بالتفكير ده، بس انا ممكن اصلا المباراه دي نفسها تخرجني قبل ما اوصل لده. ما هو خلاص الدقيقة 60 ولا 70 مش يعني ما ماشي. لا هو معتاد، هو معتاد فكرة ان هو التغيير متأخر. انا اقصد ايه، انا ممكن اعمل تغييرات متأخرة امتى؟ لو انا البديل بتاعي مش حاسه بنفس الكفاءة بتاعت اللعيب اللي جوه. هو بيلعب الناس كلها. انا لازم اشوف في نادي الاهلي، مع احترامي، انا لازم اشوف في نادي الاهلي تغيير بعد ربع ساعة، لازم اشوف ده بعد ربع ساعة. بعد ربع ساعة من ماتش لو محتاج، بالظبط. انا شفت ده ما شفتوش معاه خالص. انا شفت، انا شخصيا شفته مع جوزيه. ليه؟ اوقات انا ببقى عايز اقرص حد، صح، معلش انا، اسف، انا اهلي، عارف يعني ايه النادي الاهلي؟ انت ما تعرفش، انا هعرفك يعني ايه اعرفك. لو انت مش مركز ونازل الماتش بتديني 100% تركز واحده واحده، دي تطلع، يطلع بقى ربع ساعه اتفضل، وحد تاني ينزل. ليه يا جماعه؟ الحاجات دي بتعمل انضباط، اوكي، انضباط تكتيكي وانضباط في التبادل اللعيبه يعني. بما اننا بنتكلم عن كولر، خلينا نطلع نشوف ماذا قول، ماذا قال كولر في المؤتمر الصحفي. نسمع برضو كلام كولر ونعلق عليه في المؤتمر الصحفي. نطلع نشوف في المؤتمر الصحفي بعد نهايه هذه المباراه، مباراه النادي الاهلي ونادي سان داونز في الدوري الافريقي او في نصف نهائي الدوري الافريقي، وهزيمه النادي الاهلي بهدف مقابل لا شيء. Ich denke wir haben in der ersten Halbzeit defensiv sehr gut gearbeitet. Wir haben Räume gut zugestellt. Was uns da gefehlt hat, war, wenn wir den Ball erkämpft haben, dass wir mehr Ruhe haben, dass wir mehr nach vorne kreiert haben. Das haben wir versucht in der Pause anzusprechen. Zweite Halbzeit haben wir dann gleich mit einem Fehlpass dem Gegner das Tor eingeleitet. Ich denke, es war unnötig und da hätte man auch konzentrierter sein müssen. Wir haben dann noch versucht, ich glaube, es war dann relativ ausgeglichen, nach vorne zu kommen. Wir hätten eventuell sogar Elfmeter bekommen müssen. Ich weiß nicht, warum die Schiedsrichter hier in Afrika auch mit dem VAR, weil der ist ja da, dass man den eigentlich kontaktieren kann. Und ich weiß nicht, ob er Bescheid bekommen hat, aber nicht mal den Anschein macht, weil in der Box drin ist es eigentlich normal, wenn da was passiert, dass man das anschaut und dementsprechend dann klärt. Und ich glaube, das hat man gar nicht gemacht und das verstehe ich nicht. احنا عملنا شغل دفاعي كويس جدا في الشوط الاولاني، قفلنا كل المساحات، ما سمحناش ليهم خالص بالتقدم او تشكيل اي خطوره. اللي كان ناقصنا شويه في الشوط الاولاني كان الهدوء والكوره معانا، وان احنا ننقل الكوره ونشتغل شغل هجومي اكتر شويه. اتكلمت مع اللعيبه بين الشوطين في ده، للاسف دخلنا الشوط الثاني دخل فينا جون بدري بغلطه مننا، ما كانتش المنافس هو اللي عملها، لكن غلطه مننا احنا بميس باص ملوش اي داعي في وسط الملعب، اتسبب في جون ملوش داعي من وجهه نظري خالص. بعد الجون ده الماتش كان سجال بين الفرقتين، اعتقد ان احنا كان لينا ضربه جزاء واضحه في اواخر المباراه. انا مش عارف الحكام في افريقيا ليه ما بتروحش للفار، ليه ما بتبصش على الفار، ليه ما بتبصش على اللقطات اللي فيها شك. الكرة كانت واضحة جدا بالنسبة لي، حتى لو مش كانت واضحة كان لازم فيها شك، كان لازم يروح يبص عليها
دي حاجه من الحاجات اللي انا لغز بالنسبه لي في افريقيا، انا ما حدش بيروح يبص على الفار في الكور اللي زي دي، اللي من وجهه نظري كانت واضحه جدا. Ja, es ist klar, dass wir da noch Chancen haben und wir werden natürlich auch alles dafür zu tun. Es ist richtig, dass 1-0, also ich bin sicher, dass wir auch in Kairo Tor schießen können. Und dementsprechend werden wir uns vorbereiten. Es ist ja nicht viel Zeit, es sind ja nur da die 2 Tage dazwischen. Und jetzt ist wichtig natürlich auch Regeneration, aber dann fürs Rückspiel bin ich überzeugt. Ich hoffe, das Stadion wird gut besetzt sein und die Fans werden uns tatkräftig unterstützen. احنا طبعا عندنا لسه حظوظنا لسه موجوده، ان شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا ان احنا ان شاء الله في ماتش العوده ان احنا نكسب. انا متاكد ان احنا هنجيب اجوان في القاهره ان شاء الله. هنعمل كل حاجه، عندنا يومين بس للاسف بين الماتشين، ده وقت قصير جدا، لكن هنحاول نحضر الفرقه في اليومين دول بحيث ان احنا ان شاء الله نعمل ماتش كبير في القاهره ونجيب اجوان. متأكد كمان ان جمهورنا هيملى الاستاد على الاخر وان هو هيدعمنا وهيكون نقطة قوة لينا جدا جمهور النادي الاهلي في القاهرة، وان شاء الله نعمل ماتش كبير ونتأهل النهائي بإذن الله. Bin sie auch hier in Südafrika auf einem top level und ja und sie sind natürlich auch immer nah dran um Titel zu gewinnen und es ist eine top Mannschaft und dementsprechend ja wollen wir versuchen, uns zu qualifizieren im Heimspiel dann in Kairo am 1. November. الإجابة بسيطة جدا، سان داونز فريق قوي جدا، فريق سان داونز فريق قوي من أحسن فرق في أفريقيا، دايما بينافس على البطولات، بيلعب في توب ليفل، في ليفل عالي، في مستوى عالي دايما، لكن رغم كده احنا طبعا إن شاء الله هنعمل كل ما في وسعنا في ماتش العودة إن احنا نتأهل النهائي. طيب تقريبا رضا نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه، بس عشان ايه تبقى الدنيا واضحه، هو قال ان احنا انت قلت كده ان هو قفل او قفلنا دفاعيا بشكل كويس جدا، ويمكن التحول، هو ما قالش التحول، هو قال كنا محتاجين الهدوء، الهدوء في ان احنا نقف على الكوره، وده التحول يعني، ده معنى التحول. نفس الكلام اللي احنا قلناه يعني، وقال الشوط الثاني ان احنا نزلنا كانت المباراه لغايه الهدف ما دخل رايحه جايه، وبعد كده يعني بعض الاخطاء اللي خلت الهدف يخش فينا. طبيعي طبيعي يعني، لانه خلي بالك عندنا ماتش الاربعه. الاهداف كمان لما اللي بيجفك هدف ده نفسيا الموضوع بيتغير، يعني هو بيركب نفسيا، يعني بيعلى نفسيا، ده طبيعه الحال يعني، في وسط جمهور وفي ملعبه الهدف بيفرق طبيعه الحال يعني. فنقصد ان انت بس محتاج ان يعني كنا محتاجين في الماتش ده لما الكرة بقى اول مقطع زي ما قلت لك كده، مش محتاج ان انا اقطع وافكر، محتاج ان انا افكر قبل ما احافظ يعني، انا هلعب لمين، انا هقطع هلعب على مين، فاول ما هقطع اروح اعمل التاني على طول بسرعه، ده ما كانتش بتحصل، فدي كانت معطلات شويه. اللي جاي يوم الاربعاء الساعه 8 بالليل بدايه المباراه، هل شايف ان الماتش اللي جاي اصعب من الماتش اللي هناك؟ صعب جدا، صعب جدا، فرقه منظمه، خلي بالك هم بيعملوا استريتش الملعب حلو قوي، نموذج استريتش لو فتح الجناحين لغايه الخط، مساحات للاخر للخطوط، واقف عند الخط بالظبط كده، فده وعندهم الناس اللي في نص الملعب بيتحركوا كتير، حتى المنتخب بيلعب بالطريقه دي، منتخب جنوب افريقيا يعني، خلي بالك احنا يعني اوقات في مصر اوقات بنلعب بالطريقه دي، بس هي الفكره الفرق بين هنا وهنا حاجه واحده، ان هو بيعمل ده بحركه اسرع، حركه اسرع ومهاره، يعني اسرع، عندنا ناس يعني قفشه، عندنا ناس مهاريه كتير، ولكن احنا برضه هقول لك تاني، القرار متاخر عندنا دايما شويه، السوفت وير عايز، بس هو انا ايه اللي يخليني انا اخر قراري؟ يعني انا الكوره في رجلي انا قافشه، ايه اللي هيخليني اخر قراري غير لا. ان انا مش شايف ان زمايلي طالعين؟ لا انا اللي بياخر قرار ان انا مركز او ان انا اقطع، بعد كده مش عارف اعمل ايه، بعد مش ما اقطع مهم بقى، انا عملت اللي عليا، ايوه انا عايز ده، المهم ان انا اقطع، او الحته الدفاعيه بدليل كان التزام في الشوط الاولاني رهيب، صحيح انا اقصد ان هو مركز قوي في الجزء ده، فانا بس اخد الكوره الاول، وبعد كده طيب بعد ما تاخد الكوره فبيبدا يعمل ايه؟ هيرفع وشه ويفكر ويبص، كل ده وقت، ما حدش هيسيبك تعمل كل ده، هو مش كده، هو اول الكوره ما تجيله يروح واقف مستني، ها هو متاكد ان في 3 موجودين دايما دايما، كل واحد معاه كوره في 3 قدامه، فكانت الامور بالنسبه له سهله طول ما هو بيشتغل، ما عندوش احنا مشكله. لو طلعنا صحيح النهارده، لو كنا طلعنا من تحت كويس كنا ممكن نروح نجيب جون واثنين. طبعا انا بقول لك الكوره، انا بقول لك اللي هي بتاعت يعني صلاح محسن، ما حدش، وما اعرفش حضرتك معايا ولا لا في هذا الامر، ما حدش يظلم صلاح محسن النهارده، لا لا خالص، لا لا لا. يعني لا انت بتبقى بتهزر، يعني النهارده يبقى بتهزر انت يعني هجوميا، ما بتعملش حاجه، دايما الكاشف كان جاي عليه شويه في التعليق يعني، بس حماسه الماتش كانت واخداه، لا لا لا، لكن هو صلاح انا بشوف ان هو يعني
صعب ان انت تحكم عليه في مثل هذه المباراه. صعب يعني يمكن كورتين ثلاثه كان المفروض يقف عليهم، مش عارف يقف عليهم طبعا بدنيا وكل ده، ولكن يعني ما تقدرش تحكم عليه. ما تقدرش تحكم عليه. وحاجه ثانيه ان انت كمان يعني انت النادي الاهلي كان في الماتشات اللي زي دي اللي انت بتبقى في الزون ده محتاج اللعيبه اللي بتطلع بالكوره تبقى بتعرف تقف شويه على الكوره، بتعرف تاخد نفسك يعني. فده برضو ما كانش، كان دايما مستعجلين، دايما القرارات كلها فيها تسرع، فكان ده عامل لك انت يا دوب بتفقد الكره تديها له تاني وترجع تاني تدافع، فكان الحاله الدفاعيه كانت كتيره فكانت مأثره على الشكل الهجومي يعني. اللي جاي برضو يا رضا يعني المباراه القادمه كيف استطيع او كيف تنظر بقى انت مالكش دعوه بكولر، كيف تنظر للمباراه اللي جايه؟ انا بشوف ان يعني انا لو انا بلعب هنا في القاهره مع الضغط الجمهور مع العدد اللي هيبقى موجود، انا محتاج ادخل الحته الزون الامامي ان انا هضغط عليه من التلت اللي فوق في اول تلت ساعه واحاول بكل قوتي ان انا لازم اجيب هدف بدري. اوكي ده مهم جدا. ما حصلش جدا. لازم تكمل ضغط، ما عندكش حلول تانية، ما عندكش حلول تانية ان انت ترجع وتستنى يسيبه يلعب. خلاص انا هلعب في التلت ده، انا ما عنديش حاجه اعملها، ما عندكش حاجه تعملها تاني، او ما عنديش ان انا ارجع العب في التلت برضو الدفاعي في وسط، لا مش هينفع. فانا محتاج ان انا اضغط في التلت الامامي، ومحتاج ان انا وانا بضغط وبشتغل في وقت مهم جدا هو وقت تدوير الكوره. ما هو ما عندك ولا عنده؟ عندنا يعني. وانا بضغط حتى وانا بشتغل، هي الفكره كلها انا مش عايزك تشتغل برتم عالي ان انا كل واحد عايز اطلع عليه معلول يشتغل بالعرض مش عارف اوفرات، لا في وقت اعمل ايه؟ عشان ده هيخلص. هيخلص طبعا. لازم تعمل ايه؟ بعد ما تعمل هجمه يعني منظمه كويسه قوي ابدا اعمل ايه؟ انقل واتحرك وانقل واروح الناحيه الثانيه وهكذا. مهم جدا سياسه تدير 90 دقيقة مهمة جدا الماتش اللي جاي جدا. وتدير 90 دقيقة دي برضه تبقى مدرب كل حاجة ولكن لا تدير اللعيبة، اللعيبة نفسها، اللعيبة نفسها مش المدرب. برافو عليك، لأن أنا النهاردة كنت بشوف في بعض الأوقات، للأسف إحنا ما عندناش الحقوق فمش عارف أجيبها، ولكن كنت بتشوف في بعض الأوقات اللعيبة جاية بتباصي تك تك تك، لعيبة سان داونز واقف بالظبط كده يمسك الكرة ويقف وبعدين يبص حواليه خمس ست مرات وبعدين يلعب لجنبه وهو واقف ما اتحركش، في الكرة ترجع له تاني وهو واقف يبص الناحية التانية وجاي لعبه وبعدين تجي له وهكذا. نادرا نادرا لما هتشوف حد من سان داونز بيعمل 60 متر 40 متر، نادرا مش هتلاقيه. كلهم بيعملوا كام؟ 10 متر 20 10 20 10 20. ليه؟ قريبين من بعض، قريبين وعاملين شكل اللعيب هنا واثنين اللي اترفضوا دول موجودين في كل شجرة كريسمس، الشجر في كل مركز هتلاقي الشكل ده، فهو ما عندوش مشكلة، عنده حلول، بيتحرك خطوتين يمين خطوتين شمال. لا وبيتحركوا في اللعب يعني. انا في كوره جت لرضا سليم الشوط الثاني وكان ديانج مكمل، كمل يا ديانج، لا وقف فبقاش رضا مش شاف حد بالظبط فوقف بيها برضو او مش فاكر كان مين ناحيه الشمال. لا انت في اي حال لو رضا سليم موجود بكوره لازم يبقى عندي راس حربه موجود قدامه، راس حربه بيشتغل معاه او على جنب عشان يشتغل معاه انتو وراجل نمره 8 والباك بتاعه في ظهره. صحيح. هل الشكل ده انت هتشوفه على طول؟ لا طبعا. لا مش هتشوفه كتير. انا اقصد ان انا ايه برضو عشان انا معتمد على الحته الدفاعيه ومن هنا هبدا برضو اشوف اللي بعد جاي. كده ايه اللي هيحصل اللي جاي. يعني انت اللي جاي اللي انت جاي هتحتاج تشتغل عليه في الجزء الامامي بضغط من اول ربع ساعه دي لازم يعني انا شايف ان الماتش اللي جاي ربع ساعه الاولى مهمه جدا. بعد الربع ساعه مهمه جدا ان انت تنقل انا مش عايز وانا تعبان تبقى الكوره معايا، لازم تبقى معايا معانا زي ما هو كان عامل بالظبط كده. كان تعبان كان واقف وبيباصي اللي جنبه واللي جنبه بيباصي له واللي بيضيع وقت يعني. هو ده منها ان انا اريح بريح وانا في نفس الوقت انا الكره هي كره واحده يا طول ما الكره معايا ما عنديش مشكله فانا طول الوقت انا ازاي اعمل البريس احمد حسن ربع ساعه مش عايزين الحاجات دي بقى. لا ده احمد ده حبيبي فانا عايز احتاج ان انا اعمل بريس قوي جدا وشغل كوره عالي جدا، ولكن في وقت ان انا تعبان لازم اعمل استحواذ. استحواذ ده بيأثر نفسيا على الفرقه اللي قدامك، ثانيا بيخليك انت بتاخد هم عملوها 3 4 5 مرات النهارده بالظبط. هي كوره كده، هي كوره بقت كده. انت ازاي تدير 90 دقيقه؟ انا كل بص انت في الاول وفي الاخر الكوره تقريبا في الفرق الكبيره بتروح لك ربع ساعه وبتجي له ربع ساعه، بعد كده انت راجع لك انت ربع ساعه، تفضل رايحه جايه كده. الفرقه اللي هي بقى اللي بتعمل فرق بتاخدها نص ساعه بعد تديها لك ربع ساعه. يعني ايه؟ دايما تلاقي فرقه واخده الكوره ربع ساعه ضغطه وهي اللي بتهاجم وفجاه تروح سايبها لك وانت اللي تعمل ايه؟ تشتغل، لان هو ما يقدرش يعمل ضغط وبريس نص ساعه كتير. نص ساعة ما يقدرش، ما حدش يقدر يعمل كده، ما تقدر. فبيعمل ايه؟ العالم تعمل كده. فبيعمل ايه؟ فبيتعب بيروح راجع فين؟ ورا. فانت بتبدا تاخد الكره وتبدا انت تهاجمه شويه. هي فكره التبديله دي موجوده دايما. فانت ازاي بقى تدير بقى الكره في الحاله وانا برجع ومعايا الكره لازم اعمل ايه؟ استحوذ عشان ما يبقاش معاه هو الكره واعرف اشتغل.
الطاقم الهجومي الناحية الهجومية، كهربا عنده حاجة خفيفة كده في رجله حس بيها، فهنشوف هيبقى موجود ولا مش موجود. الماتش اللي جاي اعتقد هيفرق كتير جدا طبعا. امام برضو لسه لم يتحدد موقفه، اعتقد امام لو كان موجود كان فرق كتير جدا برضو في وسط الملعب، او احمد حسن كوكا برضو كان هيفرق كتير في وسط الملعب. في ظل هو برضو انا شايف ان هو عمل حاجه غريبه النهارده، هو دايما في الطبيعي بتاعه بيلعب بثلاثه في وسط الملعب، النهارده قام لاعب قفشه تحت وانت قلتها عشان يمسك الكوره. توقعي ان هو عايز يعمل ايه؟ انا هدافع، فهو ده الوحيد اللي بيطلع لك الكره سليمه، فهياخد ويبدا حتى عشان كده رضا سليم لعب، قصدي رضا سليم بادئ حط الكره قدام هو بالاخص او بيرسي تاو مثلا، فانا اقصد ان هو لا هو كان بيلعب على النقله دي، بس دي ما حصلتش عشان الحاله العامه كانت في اللعيبه ما كانتش، او الحته الدفاعيه كانت واخده طابع كبير طابع اكبر. بس انا بشوف ان حسين الشحات مهم جدا جدا تكتيكيا، اعتقد انه هيبدا المباراه اللي جايه اعتقد يعني. وامام ميزه امام ايه؟ بيدافع كويس بيهاجم كويس وبينقلك، يعني دايما اللعيب اللي بينقلك في هي الفكره كلها في الكوره زي ما احنا اتكلمنا في الاول، الثلاث دول انا عايز اشتغل دايما في التلت اللي فوق. امام اول قرار بياخده ايه؟ بص لقدام، انا فوق ابص لقدام، هاخد فاول صح، اخد اعمل لك دوشه، اعمل لك اقف على الكوره ارقص شويه فابدا اطلع ناس، الناس تبدا تطلع. انما لو امام بيطلع وبتتقطع هتبقى مشكله، هتترد بسرعه. فانا اقصد ان من مميزاته ان هو بيقدر يقف على الكوره بشكل كويس، يقدر ياخد فاول، يقدر يعمل لك دايما ان بياخد عنده الحته البدني كويسه جدا، فيقدر ينقلك النقلات المهمه بالنسبه لك يعني. وحسين ذكي جدا تكتيكيا، تكتيكيا دي مهمه جدا، لعيب هو ذكي بيعرف يعني انت رايك الماتش الجاي يعمل ايه؟ كيف يفكر من ناحيه التشكيل يعني؟ انا شايف ان رضا سليم ماشي كويس، يعني ممكن حسين يبقى موجود مكان بيرسيتاو الماتش اللي جاي، ما اعرفش كهربا ايه. واصل كان في مثلا بعض الاراء النهارده بتقول انه يعني كان تغييرته الاولى لازم يطلع صلاح محسن ويحط بيرسي تاو في الامام وينزل حسين الشحات، ده انا كان رايي برضو. اوكي يعني كانت التغييره دي افضل، لان الماتش محتاج. كنت هتاخد من بيرسي تاو وهو بيلعب راس حربه؟ مش راس حربه قد ما هو لعيب بيعرف يقف على الكوره، يعني كانت مهمه في التوقيت ده، لان انا ما بعرفش اللي هو عايزه. هو تقريبا طريقه اللعب ما كانتش مناسبه لراس حربه. اوكي. لان لا بطلع عليه ولا بعمل له اوفرات بالعرض ولا بودي له في حته في مساحه، حتى لو انت هتدي في مساحه هو مش ده اللعيب اللي هيروح في مساحه، ما عندوش سرعه. صح. فانت محتاج حد سريع، محتاج حد زي حسين يدخل يعمل لك ياخد فاول، بيعرف يقف على الكوره، بيعرف يرقص، بيعرف يعني اقصد ان اوقات انت بتحتاج تغير في شكلك على حسب الوضع اللي انت فيه. مش لازم يبقى متصنف. هو لم ينظر لهذا الامر الحقيقه، هو نظر لان محمد طلع محمد هاني ونزل اكرم توفيق اللي هو واحد يعني، ولا نص ساعه وكان الافضل. اكرم لعب معاك في الجونه يعني. اكرم عنده ميزه مهمه جدا، اكرم تمرينه زي الماتش. بصراحه فمش من الناس اللي انا بقلق لما بينزلوا في اي وقت، يعني انا قلت النهارده لا يعني طب ده توقيت تنزله وانا قلت يا راجل، بس انا عشان اعرف اكرم فمش فارق معايا ليه، لان اكرم التمرين الخفيفه هي تمرينه الماتش، فمش هتلاقي فرق، مش هتحس بفرق قوي الا الحاجات بقى اللي هي الفنيات شويه ممكن تبقى متاخده منه، ولكن هو بيعوضها بالباور والحاجات دي. فمش قلقان يعني منها. انت رايك يبدا باكرم الماتش اللي جاي مثلا ولا لا يصبر شويه؟ لا هاني برضو. اوكي زي ما احنا، بس يعني لازم الدور الهجومي يبقى ازيد شويه. اوكي من عند هاني، يعني انت محتاج الطرفين الباكين بتوعك يبقوا في الحته دي برضه. ينفع يلعب هاني ويحط اكرم في وسط الملعب مع ديانجو وكوكا او ديانجو ومروان او ديانجو وامام؟ ممكن، بس يعني ما اعرفش اكرم حالته ايه، انه ياخد ماتش في جري كتير قوي. انت عارف ليه انا عايز حد في بالذات في نص الملعب؟ لا انا عايز حد في الحته دي تحديدا، بس انت احنا بنتكلم في ايه؟ انه كان ديانج ومروان، فديانج انت كنت شايف ان هو بيطلع لقدام وبيقف في الحته اللي قدام، فكان محمد هاني بيشيل الشيله لوحده بما انه بيرسي تاو ما بيرجعش كتير خلاص. فانا رايي ان محمد يبقى موجود هاني ويلعب قدامه اكرم توفيق. انا بتكلم دي حاجه دلوقتي وانا بتكلم، فيلعب يبقى ديانج واكرم ناحيه اليمين بيهاجم وبيدافع وبيعمل وبيقفل مع محمد هاني. هي فكره بس، وانا بشوف اكرم خلي بالك صعبه في التوقيت ده، بس خلي بالك الفتره اللي كان الاهلي فيها كويس قوي في حته اليمين دي لما كان هاني وحسين، لا كريم فؤاد. كريم ليه؟
باك وهاف وهاف وباك باكين باكين يعني باك وهاف وهاف الباك زي مثلا ايام بركات بالظبط كده يعني كنا دايما لو انا طلعت كان يقول لي طب انت خليك واقف بس كده التفاهم كده كلام التفاهم بالظبط هو ده اللي احنا بنقوله التفاهم مهم جدا في بين الطرف والباك ده مهم جدا لو الاثنين متفاهمين تاكد ان الاثنين مريحين ما عندهمش مشكله لا انت هيبقى عندك مشكله كطرف وانا كباك انا اقصد ان الحاله دي بيرسي تاو وهاني التفاهم ده مش موجود بشكل كبير عشان تاو ما بينزلش كتير يدافع دفاعيا مش افضل حاجه يعني حضرتك قلت هيبدا اول ربع ساعه خلصت اول ربع ساعه ما جبناش جول استحواذ تاني استحوذ تاخد نفس وتبدا تاني تضغط تاني هي بس هي المشكله كلها ان كيفيه اداره المباراه في ال 45 دقيقه في ال 45 انت بتديرها ازاي كلعيب ومجهودك احنا ما هي الفكره ايه المشكله في اللعبه الجماعيه ان مش واحد. انا مش واحد بفكر احنا كلنا بنفكر 11 واللي بره بالظبط كده فال 11 اللي في الملعب دول اللي بيفكروا دول لازم يبقى في حد جوه دايما هو اللي كلامة. بيقول امتى امتى يلا يلا وامتى لا اهدى ده مش الشناوي خلي بالك لا ومش الشناوي بعيد. لا حد من الثلاثه اللي في نص الملعب اوكي ثلاثه لازم حد من الثلاثه دايما هو اللي بيبقى كان قفشه اللي بنشوفه ده يعني بيشاور بايديه كده نطلع وبتاع بيشاور ولكن انا اقصد ان انت يعني في كلام مهمه جدا يبقى في لغه اللعيبه مع بعض نبقى تبقى متحضره هنشتغل ازاي هنضغط فين هنقف لا اقف بقى شويه لا بلاش دلوقتي لا كمان يعني الاداره بتاعت الفرقه داخليا دي مهمه جدا 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 رضا الماتش الترجي والوداد شفته عامل ازاي 1-0 للوداد في والترجي عامل مباراه رائعه بالمناسبه الوداد من الفرق اللي بتعرف تكسب بس لا الترجي ماشي خلي بالك بقى كابتن امين عمر عامل احلى ماتش في التاريخ ما غلطش غلطه الحمد لله مش يعني انا استغربت جدا لا لا بس خلي بالك اسال الجزء التحكيم ده يعني في افريقيا غريب جدا مش عندنا سيبك من عندنا حتى هو يعني حاجات بينه هو يعني عارف ويتجاهلها والموضوع عادي بيعدي عادي لا احنا بقى لنا 4 ماتشات يعني عن المستوى حاجات ملهاش علاقه بالمستوى انا بكسب بخسر دي ملهاش علاقه انت ده يعني اديني اللي انت شايفه مش هقول لك يا سيدي ان انت احنا عملنا الفار عشان ناخد حقنا مش عملت الفار عشان انت في الاخر برضو ما هي يبقى عملنا الفار ليه عشان ريفيت تدي للثانيه يعني الصوره دي ليه انا انت عاملها لي صحيح. وبعدين حتى المشكله الاكبر ان ما عملوش اعاده للكوره خدت بالك احنا شفناها كده بس لا ده احنا جبناها احنا عشان احنا مهتمين ما هو الطبيعي ما عداش تاني طب ايه انت عايز تفكر في ايه ولا انت يعني انت عارف انت اكيد عارف ان هي ضربه جزاء عشان كده ما عدتهاش ففي حاجات كده بتبقى تحصل غريبه لازم تبقى برضو نتكلم فيها بس احنا المهم الجزء الفني عندنا يعني تاني كولر تاني معلش يعني في توقيتات بلاش الدقيقه 65 لازم يبقى بدري يبقى يعني من بدري لان في لعيبه بتبقى في يوم نقول لك اليوم ده مش يومي بس انت نفسك كلاعب بتبقى عارف بس مش لا مش اقصد ربع ساعه انا ما اقصدش كده عشان ما تفهمنيش غلط انا اقصد ان في لعيب قبل نهايه الشوط الاول يعني والله العظيم في لعيب من اول 5 دقائق انت بتبقى عارف ان هو مش واخد منك طبعا كلها ماشي بس انت كلاعب تقدر بس في طب انا هسالك سؤال تاني وانت لعيب مش وانت مدرب بقى وانت لعيب في الملعب النهارده تقول بركات مش يوم شكرا لا كلنا ما صح كده عارفين بعض طبعا ده من الوقعه ممكن من التسخين او من التسخين ايه مالك النهارده ايه برافو عليك بقى فهي باينه انا راجل بقى باينه جدا فمش تاخد منه حاجه طب انت بتصبر عليه ليه لا ده اللي انا اقصده انت بتعمل كده في الفرقه اللي بتعمل والله طبعا بغير بين الشوطين يعني بحاول اسيب على قد ما اقدر بين الشوطين يعني بس من بين الشوطين بغير طبعا ما بص الشوط الثاني ما ينفعش يبدا ومفيش جديد بيحصل أوكي. لو الشوط الثاني بيبدا ومفيش جديد بيحصل يبقى انت عندك مشكله كمدير فني لان انا مش هاخد الفرقه بمشاكلها اخدها للشوط الثاني برضو هي نفس المشكله الله لو كانت الدنيا ماشيه كويس الا لو ايوه لو الدنيا ماشيه كويس خلاص انا مش محتاج اتدخل طب لو الدنيا مش ماشيه كويس يبقى لازم اتدخل فمهم جدا ان انت تتدخل بسرعه وحاجه تانية انت معلش مع احترامي انا نادي الاهلي بقى ده بيتقيس على فرق معلش يعني ال10 اللي معاك هم دول الاحسن ناس والباقيين بيسندوا معاك انما النادي الاهلي لا ده انا ممكن الاقي اللي قاعد بره افضل من اللي جوه اساسا صحيح فانا هصبر ليه او اصبر على لعيب ليه طيب اخيرا يا رضا رسالتك للجهاز الفني للنادي الاهلي وللاعبين في المباراه اللي جايه طبعا طبعا انا يعني رسالتي الاول لجمهور النادي الاهلي بقول لهم لازم تبقوا في ظهر لعيبتكم الماتش اللي جاي مهم جدا مهم جدا نشوف النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي زي ما احنا متعودين منه لعيبه النادي الاهلي كل اللي انا بطلبه منهم حاجه واحده انا عايز اشوف النادي الاهلي بس انا محتاج اشوف النادي الاهلي جهاز فني
الجهاز الفني ما تصبرش كتير، يعني يعني الماتش مش هيبقى مستحمل، فانت محتاج الماتش اللي تبقى جاي مفهوش. مركز قوي وتبقى عارف انت عايز ايه وتبقى مرتب له كويس وتحضرت اللعيبه كويس، تحضير اللي هي مين اللي جايين دول؟ الاوضه اثنين وثلاث، جدا جدا جدا، لا اثنين الاستشفى، وثلاث والاربع كله برضو الاستشفى يعني. الاستشفى انا مش عارف برضو الاستشفى الاستشفى ده يعني اوكي الاستشفى اهم من التمرين. اهم من التمرين طبعا، ما خلي بالك المجموعه اللي لعبت اثنين وثلاث مفيش تمرين، يعني اقصد ان هيبقى الاستشفاء الواقف مهمه كده. جدا، حاجه مهمه جدا في الكوره جدا جدا، فلو اتعملت كويس الامور ان شاء الله ربنا يكرمنا ونعدي متوقع ان شاء الله ان ان شاء ربنا الله يكرمك. طبعا احنا الاهلي. اوكي انا بشكرك جدا يا كابتن رضا على وجودك معانا، حبيبي يا بحب كابتن استمتع اسلام، الحقيقه بالكلام معاك ربنا وبرؤيتك يخليك حبيبي الفنيه والتكتيكيه خلال هذه حبيبي الفتره. حبيبي، انا ربنا بشكرك شكرا يخليك، جزيلا انا سعيد جدا كنت يا معاك كابتن رضا، النهارده ربنا في يخليك يا الاهلي. حبيبي، حبيبي يا شكرا كابتن جزيلا. اسلام، حبيبي. في لقطه عايز اوريها لحضراتكم، قد تكون هذه اللقطه هي بدايه ان شاء الله ان شاء الله ان تكون مكسب النادي الاهلي. انا اتعلمت كده من جوزيه، عندما كان الاخرون او عندما كانت عندما كان الفريق الاخر بيحتفل، مانويل جوزيه بدأ هنا ان هو يروح للصفاقسي ويقول لهم انتوا بتحتفلوا من دلوقتي وهنا في القاهره، طب احنا هنحتفل هناك. فوجهت نظري ان اللقطه اللي احنا هنشوفها دي قد تكون، انا معرفش، هي بدايه المسانده والدعم الواضح جدا لكل اللاعبين من خلال هذه اللقطه، اللي انا بشوف ان هي لقطه ممكن نبني عليها كيف يستطيع النادي الاهلي ان هو او مدرب النادي الاهلي ولاعيبته ان هم يحتفلوا مع جمهورهم بعد احتفال مدرب سان داونز مع جماهيره في المباراه السابقه. اللقطه اللي امام حضراتكم هو هنا بيحتفل. بالنسبه لي انا بشوف ان اللقطه دي يعني ايه رايك؟ لقطه سعيده. اوكي. طبعا. لقطه سعيده بالنسبه لي. بالنسبه لي جدا طبعا. صح؟ لا انا بتفائل بيها دي قوي. بالظبط كده. فانا متعودين عليها. اتمنى ان تكون هذه اللقطه هي طبعا. بدايه، طبعا. يعني انت معايا في الكلام. طبعا طبعا طبعا. سعيد بيها جدا كمان. يعني معظم الفرق اللي عملتها خسرت الحمد لله. يا مسهل يا رب، اتمنى ان نستطيع ان نبني على هذه اللقطه كما بنينا في 2006 على لقطه الصفاقسي وهو بيحتفل في اوضته. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل احمد ثابت وكريم سعيد في ضيافه البيت الكبير.